يعني صفاء الجمعيات اليوي صفاء الجيبوتي اليوي الجمعيات نفسها. نقطة واثنين 2019-2020 يزايد يجي صفاء العاود من 10 مليون نقص زي 70,000 درهم نسخة زي تيجي ميني بيس ميني بيس نقص الدرج الملتمس ديال الجماعة 2019 زبا ميديوسا كيبارك عليها وشحال ما تقص الطلب المجلس هذا سكر مولوكاسيون هذا سكر مولوكاسيون تو غانغيش الفكرة نفكا بأنه شنو الناس تغني بوجن مثلا فرارة فيزا كذا سنقص ميني بيس نقص غادي تقرب غالمركز ونيت نقطة ثانية زوال من يغزي المجلس هذا سيفيجن الحل في أقرب وقت ممكن من يبي سنين بكي خيب هكا ذي هوا يمكن ذي الملعب نقطة سنين طلبين جاي المجلس خصان التعديل الاتفاقية الكمال وتجيبوهم فيما يخص الملحة وعلا بوركي ذي نشان الالتزامة يفرض أن خلق المجلس نشي ورزن تنزم مع شام نهارا مثلا يقارش تلتزم الجمعية باش تجمع الطلبة 18 مليون سنتيم سنوي نهار زقمت في ساعة تداعيات كورونا باش تسن بلا هيك الوضع الاقتصادي ماشي كاري ماشي كا لان معظم الطلبة وزما بوض خدسنا في الجامعة قارش وما عليش نهار واش فوز ما بوض السيناريو الطالب واش نية الشغل خاص الزر لان عيد الطلبة دونك تقارير المالية كانت الساعة سيدا كورة عام الساعة سيدا بقات البارحة نخص هذا العذراء الاتفاقية اللي تكمل ونتمنى زي المجلس باش تسن يعني مازوت يسال بالعجز هذا عاجز من 5 مليون و 500 تغردين زي هذا الطائب أول مرة زعما يتحقق العاجز بمنايا تاع الاتفاقية ضد البنود ما باش تسمي شي الجماعة تشتغل الثلاثية وتجيبو شنو الجمعية المغنية مي تا السنة المالية تشتغل المنحة نستكمل ماشي لا باش نروح للمنحة يخصني نصاص التقرير المالي لا مزوا يخصني نرغاوش المنحة بناء تيري الدفوعات شوش 7 مليون و 500 تراجل 14 غادي نحاول حتى ندير في الجمعية التقارير المالية خنيش عاوش 7 مليون و 500 ما غادي توقع بتوقيع الروتار بريسيبتور مينات كذا ولا تكتبوا المنحة دي المنحة دي الوقت توقيع رضيع الروتار زائد حاليا ستاسيون توتال 8 مليون وشي فان تاسن واحد من الفتشة نظرا زي ما زوت يعني ثاني حاجة تغفنين الحافلات مهترية نعاود اسم تاع ريباراسيون يكمل خصها تسير في جل النقطه اللي غنحكي ثاني تاع الاتفاقيه ليس بانه النهار صغير العجز غادي الجمعيه عنده هو لازم ماشا اتسيا تدخل الجماعه الجماعه يدخل نتسيا نهار النقل الجامعه اقسم بالله يا عزيزي خصها تصعب عن جاري روح نيس السيوره غادي المجلس ندخل باش هذا غادي يحكي غا حل الوسط خو سوق عم توصل على الحال رخصه شال الحل تجاره لنا يعني قال براس اريسبتو قال شو وذي النشاذ يشان الفائد يزيدون مع الخصص حاليا أنصبع من بعد الخون في الطلب باش نعود الاتفاقية يتكمل أتندرس مارا بمنعي وشكرا كيف المشاكل يا رب؟ يا رب أني غاش نحيا سيدي النسخة الاتفاقية ما قاعد نتبني تمام تسمى مطلع عقل كيف ما بيقدر سيد رئيسة تسكر النسخة الاتفاقية وطلع مارا شكرا شكرا اجتماع خاصة دروا أصلا جمعية لا خذ دفعة الواحدة سي شعير بناء الاتفاقية الاتفاقية قارش دانيتا وضع رهنة إشارة جميع الطلبة تمشي كالمواصفة المشار إليها مهم تخصيص دعم مالي إضافي سنوي لفائدة جمعية يقدر 200 درهم يتم تحويله على أربع دفعات خلال الأسبوع الأول من كل ثلاثية بعد تقديم الجمعية لكشف الحساب البنكي لأن دائما قد توصل لا تصدر التعديل وهذه سيدي التعديل